الحين محمد علي عبد الله كوستي السودان دنفر الولايات المتحدة الأمريكية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما تحرك المتحرك وسكن الساكن. اللهم صل وسلم عليه ما زفر الزافر وشهر الشاهر. اللهم صل وسلم عليه بقدر ما تعلم وما لا نعلم. الحمد لله رب العالمين. اخواني في السودان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انتهز هذه الفرصه لحييكم تحيه مليئه بالشوق والمحبه والسلام، واتمنى لكم مستقبلا زاهرا وفرصا سعيده. اتمنى لكم حياه زاخره بالامل والسعاده. اخواني، إن السودان وطن جميل يعطي ولا يأخذ. هذا الوطن يحبنا ونحبه، لذلك يجب علينا أن نعمل كلنا في سبيل إسعاد المواطنين الذين يضمهم هذا الوطن، وفي سبيل تحسين وضعه المعيشي بأي حال من الأحوال، وفي سبيل أن يعيشوا أحرار دون خوف. من أهم الأشياء التي خلقنا الله من أجلها لأن نعبده، هو أنه أمننا من خوف وأطعمنا من جوع. لذلك فلا بد أن نعمل سويا وكلنا من أجل هذا الوطن المعطاء، الوطن الذي يضمنا بنبل وكرامة. ليس هناك فرق بيننا بأي حال من الأحوال، شمالنا وجنوبنا، شرقنا وغربنا، كلنا سودانيون. مفهوم الدولة لا يعني شيئا سوى أن من يتولى السلطة في الدولة هو أن يخدم المواطنين، هو أن يخدم ولا يخدم. أن الحكم لا يعني شيئا سوى أن تقدم خدمة للمواطن. هذا المواطن الذي يموت ليل نهار يحتاج إلينا كلنا. لقد قدمت لنا الأحزاب كل ما هو جميل، وقدمت لنا قوات الشعب المسلحة أفضل ما لديها وما زال، ولكن السودان يحتاج إلى التغيير، يحتاج إلى الانطلاق إلى مجالات واسعة من الفهم ومن الحرية ومن الأمل ومن العيش الكريم للناس، مجرد العيش الكريم لا أكثر ولا أقل. لذلك فإن البدء من جديد وفكرة النظام الجديد الذي يقدمه لنا الجنوب فكرة تلاقي قبولا واسعا تحمل أملا كبيرا في أن نبتدئ كلنا من جديد، أن ننسى الماضي، أن ننساه حتى يوم أمس، أن ننسى الماضي ونقدم ونجلس كلنا في طاولة واحدة لنخدم هذا البلد. ما المانع فيها؟ استطاعة الإنقاذ، أن تفرز شيئا جميلا، أن تفرز مجموعة من الرأسمالية التي نحب أن تكون رأسمالية وطنية. لن نزال أبدا من أين أتى هؤلاء بالمال، ولكنها حقيقة ثابتة ديفاكتو ستاتس كو واقع. هسه خلاص نحن ما عندنا مانع، عندكم قروش اوكي بس خدمونا بها، قدموا افتحوا مجالات الشغل للناس تشتغل، تفتح بيوت، تعمر بدل ما يحصل الان من مزله وهوان وعدم عمل. هذه الفئه هي الدعامه للديمقراطيه وللثبات الديمقراطيه، لأنها رأسمالية وطنية. بأي حال من الأحوال نحب أن تكون رأسمالية وطنية. كما استطاعت الإنغاز أن تعطينا درسا في كيفية تنفيذ ما يريد من قرارات أو من منشآت بالصبر والعقل السليم. كما إن الأحزاب خاصة حزب الأمة الذي يرأسه السيد الحبيب صادق المهدي الذي لكن له كل احترام وتقدير، حزب الأمة هو السودان ماضيه وحاضره،
هو الحزب الوحيد الذي يتكئ عليه السودان في محنه ويجده متى ما احتاج إليه. لذلك فإن الفهم السليم يستدعي أن يقف هذا الحزب بكل هالته وبكل جماله وقوته خلف هذه الفكرة فقط ليحافظ على وحدة السودان وأمله وأن يقدم لنا سلاما وأمانا لمستقبل أبنائنا. هذا ليس بالكثير على هذا الحزب المحطاء. أما حزب الاتحادي والعزيز مولانا محمد عثمان المرغني فهو السودان مستودع ذخيرته وأمله في كل شيء. كلنا نحترم هذا الحزب الذي قدم لنا الكثير وما زال، ولكن الآن في هذا المنعطف أنا كسوداني أسأله سؤالا واحدا، أعطي فرصة للجنوب الذي لم يعطي فرصة من قبل أبدا ليحكم هذا السودان. إننا بمفهومنا الديني نرتفع بمفهومنا الديني نرتفع إلى مراقي عليا. الجنوب هو جزء من هذا السودان بأي حال من الأحوال. يمكن أن يحكم هذا السودان وأن يخرجنا من كل هذه المطبات بهدوء والالتزام. كل الفعاليات السياسية الأخرى بما فيها الحزب الشيوعي العمود الفقري لهذه الأمة بما فيه من عقلانية يجب أن يقفوا كلهم خلف هذه الفكرة الجديدة التي يقدمها لنا الجنوب في شخص السيد ياسر عرمان. أنا لا أعرف السيد ياسر عرمان ولم أقابله في حياتي، ولكنها الفكرة هي الجميلة في الموضوع. أن نبتدئ من جديد re-engineering، هذا هو ما تبقى للسودان. أن نبتدئ من جديد، يجب أن نبتدئ من جديد وأن نقفل باب الماضي بحزم وسلام، لأن السودان زهر وطنا الذي يعطي ولا يأخذ. كل الأوطان تأخذ ولا تعطي إلا السودان يعطي ولا يأخذ. لذلك يجب أن نضحي به، يجب أن نرتفع بأخلاقنا إلى مستوى قدر هذا البلد إذا استطعنا أن نفعل ذلك. استطعنا أن نتحاشى ما بعد الانتخابات. أنا لا أريد للسودان أن يدخل في حروب ومجادلات تقعدا أكثر مما قعدنا. العقل السليم والتفكير المنطقي يستدعي الوقوف إلى ما هو أفضل وأصلح وأحسن. أفضل وأصلح وأحسن. إننا لقد ربيتمونا في المدارس وفي مجالات العمل وفي الشارع وفي البيوت على أن الحق هو الحق وأن الأصل في الأشياء هي أن تكون مستقيمة لا معوج. ولكن إذا استطعنا أن نلوي عمق الأشياء ونقول ونفكر في ذواتنا بدونية وبطمع وأن نحب السلطة أكثر من نحب البلد، هذا عكس ما ربيتمونا عليه، وهو يسيء إلى الفهم الذي يقدمه السودان للجميع. إننا بلد يتسامح، إننا بلد نتنازل فيه عن الدم والرقم. يجب أن نتنازل للسودان عن شيء من كل هذا ونقدم له أفضل ما لدينا. نقدم له عبقرية التسامح والارتفاع إلى ذروة أخلاقية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وأن نجلس سويا كلنا، وأن نقدم للسودان أمنا وأمانا وابتسامة للأطفال حتى يستطيع الطفل أن يحلم أنه في يوم من الأيام يمكن أن يكون رئيسا أو وزيرا دون محسوبية قاتلة أو ظلام سيء. إن السودان في منعطف خطير لا تتلاعبوا به، لا تتلاعبوا به. لقد استطاعت أتت الإنجاز لتحكم هذا السودان في الظروف لا يعلم بها إلا الله. لقد قالت إنه جنازة بحر وبقدرتها التي لا نستطيع أن ننكرها عليها استطاعت أن تجعل من هذا السودان فرسا يسهر ليل نهار، ولكنها لديها كثير من الإخفاقات التي لا تنكرها هي نفسها.
التي لا تصلح إلا أن تعود السودان للأمام. وكل الأحزاب ما فيها، الأحزاب التي ذكرناها فيها من الرجال ما يمكن أن يقدمه لهذا السودان شيء جميل والكثير. ولكن الواقع يقول إن الجنوب بشخص ياسر عرمان هو أفضل حل لكل هذه المشاكل التي تمتلئ بها ترابيزتنا هذه. كل المشاكل، مشكلة الجنوب، مشكلة الشرق، مشكلة الشمال، مشكلة الغرب، كل هذه يمكن أن تحل بقبولنا بعض الآخر. الآن ليس هناك قبول، هناك غضب، هناك حذر، هناك تخوف. إن كلامي هذا لا أقصد به سوى حماية المواطنين الذين علموني، الذين علموني وربوني، وهو قد أسيء أو قد أخطئ، ولكني أحب هذا البلد كما تحبونه جميعا. كل الذي أريده منكم أن تفكروا فيما قلته بهدوء. إن السيد ياسر عرمان أنا لا أعرفه شخصيا، ولكن الفكرة التي يحملها هي فكرة الحل. عافي السودان وعافي السيد ياسر عرمان رئيسا ممثلا للسودان، لأنه الرئيس الوحيد الذي يفهم إن السودان يحتاج إلى أكثر من مجلس نواب، يحتاج إلى مجلس نواب ومجلس شيوخ، يحتاج إلى دستور جديد، يحتاج إلى أن نحكم، أن نحكم السودان كلنا لا فرد لا أفرادا وجماعات. يحتاج السودان إلى ترتيبة جديدة للحكم، إلى مجلس السيادة، إلى لا نحتاج إلى رئيس واحد يختار وزراء غدا وبعد غد يأتون إلينا هنا يغدون التاكس، أو وزراء لا يفهمون ما يفعلون، يجلسون سنينا ولا يقدمون أي شيء بل يغنونهم لأنفسهم. كفاية، كفى هذا. عاش السودان وعاش السيد ياسر عرمان ممثل للسودان ورئيسا له. شكرا جزيلا.